جلسة الافتتاحية ألقى الدكتور حلمي الحديدي وزير الصحة في مصر كلمة الرئيس محمد حسني مبارك. الإخوة الأساتذة والزملاء، في النصف الأول من القرن السابع الميلادي خرج العرب المسلمون من جزيرتهم يحملون رسالة عالمية تخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور. لهذا كان الإعجاز الطبي في القرآن الكريم والسنة المشرفة من الأمور المسلم بها، لأن الإنسان يجد فيهما ما يؤيد الحقائق العلمية الجديدة التي يتوصل إليها يوما بعد يوم، وخاصة في مجال دراستكم وهو الطب. حضرات السادة الأفاضل، يقول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إن العالم رأى ويرى وسيرى آيات الله في خلق الكون وفي خلق الإنسان، ويظهر في كل يوم دليل على عظمة الخالق جل وعلا وإعجاز ما ورد من آيات في القرآن الكريم، دليل يزيل النقاب ويؤيد ما أثبته كتاب الله من حقائق العلم. حضرات العلماء الأفاضل والضيوف الأعزاء، مع كل هذه الجهود التي بذلها أطباء وعلماء أجلاء أفنوا أعمارهم في سبيل الحفاظ على التراث الإسلامي والعلمي منذ عصر نزول القرآن إلى يومنا هذا، فإن القرآن الكريم وما يحتويه من حقائق الإعجاز الطبي يبقى دائما بحرا زاخرا يحتاج إلى من يغوص فيه ويستخرج الدرر من أعماقه. أتمنى لكم من الله التوفيق في مؤتمركم الدولي هذا، وأشكر للقائمين عليه جهدهم. وفقكم الله وحقق الآمال، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.